كما تعلمون ظاهرة الفساد هي ظاهرة قديمة وليست بظاهرة جديدة، وظاهرة موجودة عبر التاريخ، ولكن بعد التطور الذي واجه العالم أصبحت هناك في ضرورة من وجود تعاون دولي ينظم عملية مكافحة الفساد. وعلى هذا الأساس تم إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أبرمت في سنة 2003 بالمكسيك، وانضمت إليها مجموعة كبيرة من الدول حتى وصل إلى يومنا هذا إلى 189 دولة، وهذا يعني بوجود رغبة دولية في تعزيز التعاون بينها لمكافحة كل ما يتعلق بجرائم الفساد، حيث أن أصبح جرائم الفساد في يومنا هذا هي من الجرائم العابرة للقارات. وهنا يبرز أهمية الأجهزة البرلمانية وتعاون الأجهزة البرلمانية سواء من الناحية التشريعية، أي تشريع القوانين التي تنظم عملية مكافحة الفساد، أو من خلال الرقابة البرلمانية على كافة القطاعات سواء القطاعات العامة أو القطاعات الخاصة. مخرجات هذا الاجتماع ترفع لجميع البرلمانات العربية، هناك آلية تنفيذية أم كما يعلم ربما ستبقى أدراج المؤتمرات فقط؟ كما تعلم مثل هذه المؤتمرات وجودها إيجابي، حيث يتم تبادل الخبرات ما بين الأجهزة الرقابية فيما يتعلق مكافحة الفساد. كل دولة لها تجربة مستقلة عن الدولة الأخرى، ومثل هذه الاجتماعات كل من هذه الأجهزة يتم الاطلاع على التجارب الأخرى في هذا المجال، وفي نهاية المطاف راح يكون المسألة الإيجابية تنصب على كافة الدول بشكل عام. طبعا تجربة دولة قطر الحديثة كانت مغايرة عندما ذهبنا للانتخاب مجلس الشورى، كيف يرى البرلمانات العالمية هذه الخطوة وكيف تعزز هذا الأمر؟ هذا كل ما يتعلق بمجلس الشورى، مجلس الشورى يعتبر حجر الأساس كونه صاحب التشريع وصاحب الرقابة البرلمانية.